السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي معنا بفيديو جديد. فيديو اليوم رح أعمل لإمرة مفاجأة، أكلة إله مدة جعباله يأكلها. عنا مطعم في إسطنبول اسمه طابوق دونياسي، بلكي اللي ساكنين في إسطنبول بيعرفوا أو اللي أجوا قبل هيك على إسطنبول، من يعني على الأغلب إنهم بيعرفوا. مطعم مشهور بيعمل صدور دجاج بطرق مختلفة. إله مدة إمرة جعباله يأكل عنده، ما صح لنا نروح، وبعدها بدت نكبة الفيروس حاليا فما عدنا طلعنا من البيت. فمشان هيك قررت أنا اليوم أعمل له مفاجأة وأعمل له طابوق دونياسي في البيت. هلأ عندي هون صدرين دجاج، وعندي هون كيكيك اللي هو الزعتر، وعندي هون فلفل أسمر، وعندي هون ملح، وعندي كاري. انا راح اعمل الدجاج في الكاري لانه احنا التنين بنحبه وبنفضله. انتم بتقدروا تعملوه في الطعمه اللي بدكم اياها. هلا اول شيء راح اقطع الدجاج لمكعبات صغيره، وبعدين احط عليها البهارات واتركها شوي تتنقع في البهارات، لانه البهارات كل ما تركتي الدجاج في البهارات مده اكثر بتطلع ألذ واطيب. فانا اصلا يعني بديت اعمل فيها بكير عشان اتركه مده اطول يعني يطلع ألذ. طبعا انتوا اذا ما معكم وقت ما في مشكله، يعني بتحطوا الدجاج مثلا بتروحوا بتسلقوا المعكرونه بترجعوا يعني بتكملوا مع الدجاج ما في مشكله. بس انا بما انه يعني معي وقت وحابه اعمل كيكه كمان، فقلت بترك الدجاج بعمل الكيكه وبرجع بكمل. ففي معي وقت يعني انه الدجاج ياخذ وقت اطول في البهارات. هلا رح ابدا اقطع الدجاج. هيك عندي اصدقائي الدجاج صار جاهز، رح احطه في الوعاء، رح اشطف ايدي وارجع. هيك الدجاج صار عندي مقطع وجاهز. هلا رح اضيف عليه البهارات شوي شوي. هلا رح اخلطهم مع سوا. هلا رح اضيف معلقتين خل عنب ومعلقتين زيت زيتون، وبهيك بكون جاهز. رح احط شوية زيت زيتون. عندي هاي القنينة كتير بحبها للسلطة، بقدر احط زيت الزيتون فوق السلطة بدون ما ينزل كتير. بس لما بدك تحطي كتير زيت زيتون ما بتساعدك، يعني بدك تطولي لانها زي ما شايفين بتنزل كتير قليل. رح احط معلقتين خل عنب. هيك صار جاهز، رح احطه هلا بالثلاجة. رح اعمل الكيكة وبعديها ارجع له. اصدقائي هلا انا رح ابدا اطبخ. طلعت الدجاج طبعا تركته تقريبا ساعتين في الثلاجة مع الصلصة. للامانة بس دقيت سنين تومة وحطيتهم معه كمان، قلت بتعطيه طعمة زاكية وبنفس الوقت التومة مفيدة وخاصة بهيك اوقات يعني للمناعة وهيك كثير منيحة، فحبيت اني ادق سنين تومة. طبعا اختياري، انتم بتحبوا تحطوهم حطوهم، ما بتحبوا ما في مشكلة. هلا انا راح اروح على الغاز وابدا معكم نطبخ الطبخة مع سوا. اصدقائي هينا جينا عند الغاز، بدي اطفي الشفاط لانه عم يطلع صوت. طيب جينا عند الغاز، هلا انا راح احط شوية زيت زيتون في المقلة. خليني افرجيكم قديش الكمية، يعني يا دوب هيك تعبي بس قاع المقلة. هلا بعد ما حطيتها راح اضوي تحتيها. بسم الله، ضويت تحتيها. عندي هون حطيت مي لسلق المعكرونة. قبل ما اضوي تحتيها بدي افرجيكم كيف صوص الكاري، كيف بدي احطه. هلا صوص الدجاج الكاري، جبت وعاء ومنجيب معلقتين كاري، نقصت معلقة. هلا راح احط زيت زيتون عليها،
خليني افتح هاي عشان ينزل اسرع. راح احط معها شوية زيت زيتون وراح اخلط الكاري مع زيت الزيتون وبتركه على جنب. راح احط الدجاج اول شيء بدون ما ادير عليه الكاري حتى ما ينحرق. هلا راح ادير الدجاج. بسم الله راح ابدا اقلب فيه. راح اقلب فيه قبل ما يستوي نص استوى، بعدين ابدا اضيف عليه الخضر. طيب من دون ما نقلب في الدجاج بهذه الاثناء راح اضوي تحت المي لحتى نسلق المعكرونه. اصدقائي طفى التلفون بعتذر منكم. هلا رح اترك المي لتغلي وبنتبه للدجاج بضل اقلب فيه. هلا الدجاج قبل ما يبدا يستوي كامل بضيف عليه، عندي هون فطر غسلته وقسمته. طبعا الحبات الصغيره ما حسيت في داعي اني اقسمها، حسيت انه صغار. اللي اكبر شوي قسمتهم حسب يعني الحجم اللي انتم بتحبوه. هلا راح اضيفه وراح اقلب مع الدجاج. راح اغطي شوي. من ناحيه ثانيه الميه مية المعكرونه عم تجهز. هلا عندي هون هاي المعكرونه، انا اللي اخترتها هذا النوع، هو اللي بيستخدموه في مطعم طابوق دونيسا، نفس النوع اخترت. طبعا المعكرونة ما بتفرق، يعني الطعم واحد لكل المعكرونات، بس هذا انا اخترته اللي بيجي زي القلم، اسمه في التركي قلم مقارنة. هلا راح اخذ شوي من مية المعكرونة لانهم مع بهار وكاري. راح اخذ شوي واحطها على الدجاج، وبدي احط شوية جزر. الجزر والفطر التنين اختياري، بس نحنا بنحبهم، فانا راح احط شوية جزر. راح اغطيه لحد ما يستوي مع المية اللي حطيناها عليه. اصدقائي هاي المية غلط، هلا بعد ما غلط راح احط عليها الباكيت المعكرونة كله. هلا نشوف شو وضع الدجاج. الدجاج طبعا ما بننسى، بنضل نحرك فيه على طول. اصدقائي بنلاحظ انه المي تقريبا قربت تنشف. هلا انا اللي انا عملته انا وياكم رح نديره عليه. بنشيك على المعكرونه. هلا المعكرونه عندي انا الباكيت مكتوب انه من 8 ل 10 دقائق. هلا انا ما رح اتركها تستوي كتير لاني رح ارجع احطها في المقلى، فيعني رح استويها 80% وال 20% رح تتسوى في المقلى. فبضل اشيك على المعكرونه عشان ما تستوي كتير وتطلع طريه كتير. هيك انا شايفه انه بكفي الدجاج. رح اقرب شوي الصوره. ريحته اشي بجنن عن جد، رهيبة يعني الريحة لحالها بتدور. هلا هيك بكفي. راح اضيف الكريمة، انا بتوقع انه هيك كفاية. بحركها بترك الكريمة تغلي غلوة مع الدجاج، وبعدين بيكون الدجاج صار عنا جاهز. هيو غلى غلوة مع الكريمة. هلا رح اطفي تحتيه وافضيه بعلبة تانية، يعني بوعاء تاني، وبنفس الطاسة هاي او الطاوة المقلى هذا رح احط المعكرونة واطبخ المعكرونة في نفس المقلى حتى تاخذ من الطعمة كمان. هلا رح اديرها في نفس الطاوة، رح اضوي تحتيها. هلا بنفس المكان راح احط عليها معلقه ملح صغيره، وراح احط شوي من الكيكك اللي استخدمناه قبل، وراح احط باقي الكريمه اللي ضلت معي في الباكيت. راح احركها
أصدقائي، هيك المعكرونة برضو صارت جاهزة. هلأ ضل علينا بس نحضر السلطة. تعالوا معي لنحضر السلطة سوا. السلطة رح أعملها برضو قريبة نوعا ما على طريقة الطابوق دونيسي المطعم. هم هناك بيقطعوا الأشياء كتير كبيرة زي هيك. طبعا السلطة يعني بالنهاية سلطة، انتوا ايش بتحبوا تحطوا فيها بتقدروا تحطوا فيها. رح أحط الأشياء في الجاط. حطيت أول شيء الخس، رح احط فوقه الجزر بس مش رح احطه كله لانه حسيته كانه كتير. طبعا الكميات انتو كيف بتحبوا، بتهيألي هيك كفاية. رح احط البندورة برضو مش كلها، والسبب الاهم مش بس لانها كتيرة، لاني حابة احط بالصحون على الوجه لحتى تكون المنظر احلى. وعندي هنا شوية ذرة برضو رح أدير. وهذا الصوص تبع السلطة ما رح أحطه هلأ، حطيت هنا زيت زيتون ورح أحط عليه معلقة ملح، ورح أحط شوية خل عنب. هلأ انا ما راح احط الصوص عليه من هلا لاني بدي احضر السفره واحط الصحون، وبس احط الصحون يعني احضر السفره وكل شيء، وتكون بس السلطه اللي ضايله راح احط الصوص عليها واحط اسكب السلطه بالصحون. هلا تقريبا هيك بنقدر نحكي انه السلطه صارت جاهزه والاكل صار جاهز. هلا راح نحضر السفره.